بمناسبة يوم الزحف الكبير. تقدم شركة أرض الأحلام للاستثمارات السياحية خدماتها إلى العائلة العراقية الكريمة، وتبشركم بأنها هيأت وأنجزت كافة مراحل افتتاح المدينة السياحية الساحرة مدينة صدامية الفلوجة، وستفتح أبوابها لكم يوم الجمعة الموافق 18/1 في أضخم وأجمل مدينة سياحية في القطر الواقعة قرب مدينة الفلوجة من جهة الخط السريع. فأهلا وسهلا بزوارنا الكرام. بمناسبة يوم الزحف الكبير، تتشرف شركة أرض الأحلام للاستثمارات السياحية وابتداء من يوم الجمعة 18/1 بتقديم خدماتها للعائلة العراقية الكريمة، حيث وفرت كافة وسائل الراحة والخدمة الممتازة في مدينتها الساحرة صدامية الفلوجة. أرض الأحلام تستقبلكم ليلا ونهارا وتقدم لكم خدماتها المستمرة. أرض الأحلام قرب مدينة الفلوجة من جهة الخط السريع. نتشرف بزيارتكم وأهلا وسهلا بكم.